شكون اللي خون اتمنى تخرفة بسوق خميس تيم حديث بتاريخ 17/11/2022 شحال خالي شحال تالف 12000 تبارك الله الله يسخر الله يجيب التيسير يا ربي يا ربي كي دايره تيم حديث كي دايره الامور شويه بنادم كيسلك ايوا الحمد لله شحال 12000 600 درهم شوار هو يجيب الله التيسير يا ربي يا ربي شحال كسيله البيع يقول 12 ونص ايوا ان شاء الله 625 مش قطعه الله يسهل الامور هذاك الشيء باش جديد ايوا الله يدير الخير الله يدير الخير يا ربي الله يسهل الامور الاخوان اليوم الخرفة قليلة شوية سمونية نقولوا تقريبا ما كايناش كاع الله يدير الخير هذه راه ما كاينش مولها شحال خليف هادو؟ 85 خروفات 8500 400 25 ها سويت واش خروفات هذه فيها القرن هذه قرن 425 وهادو شحال هادو؟ هادو كيقول لهم 10 ونص 10 ونص 525 اللهم يسر شحال الخريفات اخي شحال؟ 10000 تبارك الله 500 اللهم امين ايوا كل شيء على الله هادي هذه مجنونة هذه ما صافيهاش ما صافيهاش هذا 10000 وهذه بلدية هذه هذه مبيوعة 13 400 13 400 70 درهم الله يجيب التيسير كي داير السوق كي داير الامور مزيان مزيان كي ايوا الحمد لله الله يجيب الشتاء الله يجيب الشتاء ان شاء الله الله يرحمنا امين شوف هذو هما الخرفات اللي دوزنا قبيله نقولوا لهم شحال خلينا غير الخرفات شحال 14 400 720 درهم تقول خروفة بيضاء دايره شويه التعامل يجيب الله التيسير السلام عليكم الله يسخر كي داير الامور هانيه ماشي بخير ماشي مزيان الله يسهل الامور بارك الله فيك الله يجيب التيسير كي داير السوق كي داير خروف الحمد لله كاين البركه الله يجيب الله التيسير هذيك تبعت هذيك تبعت شحال مشات هذيك مشات 15 ونص 15 ونص تبارك الله تبارك الله الله يسخر وهذه شحال بقات هذه؟ هذه 16 مازال ما تبعتش مازال ما تبعتش 800 درهم كاين المليح تبارك الله هادي تبعت مع هاديك مني لا هادي مازال هادي شحال 14 700 درهم تبارك كاين تحت كاين تبارك الله كاين الزين حسن لاباس شو بخير الله يسخر بخلاف مين كاين الزين تبارك الله بارك الله الله يسخر تروح الزينة تبارك الله كاين تبارك الله اللهم يسير شحال عطاك السوق 16 800 تبارك الله شحال كثير البيع 18 18 900 درهم ويجيب الله التيسير يا كي داخل فهم انت تمشى شويه ولا الوقت قاس حوالي اني لا فيت ما عنده واحد ما يدير يجيب الشتاء امين الشتاء اللي غتعدل ان شاء الله نطلبوا من الله التيسير ان شاء الله يكون لك الرحمه ديال مولانا امين قريب ان شاء الله الله يدير الخير يا الله يرحم الوالدين الله يخطيكم الله يرحم الوالدين تبارك الله كاين الزين اللهم بارك هذه راه تبارك الله تبعت اللي تبعت على الصباح هذه مازال طلان تبعت على الصباح شحال خلينا هنا 15 775 تبارك 775 كاين شويه تسمع اللي خلينا تبارك اللهم يسلمك الاخوان عاطين 600 درهم تبارك الله اللهم يسر 12 فريق اشنا منو؟ تبارك الله الاخوان الخروفه تبارك الله كامله طفلت صافي رسمتي كل شيء خلينا غير شويه صح
تيتهزم مع السيد اخوانو كي دايره الامور كيسول عليك واحد مرحبا به ها واحد متتبع ليك ياك كتسول دابا بعدين ضروري سي متتبع تيسلم عليا الله يرحم الوالدين راه جا من ميسور حتى اليوم حتى انا قلت فين هذاك السيد جا ميسور كيما نعرف واش كاين لا لا كاين هذه ما حاضر انا ميسور كاينين تبارك الله موجود يديروا الخرفه نشرى اليوم النعجة لا هو المعيز المعيز الله يسهل الله يسخر السلام عليكم الله يسخر شحال خليه يبقى 15 750 عرفت واش عند زمارين سير ابريد زمارين عندي زمارين تبعت الاخوان اللهم يسر كون الاخوان السوق خميس تم حطيت به تاريخ 17/11/2022 اللهم يسير تبارك الله عليكم تحياتي لكم بالنسبة للخرفة الإخوان يعني فيها الثمن تبارك الله وتتبع تتخرج يعني تتخرج تبارك الله اللهم يسير هذه تبارك الله كاملة نبيعها اللهم يسير